قناه شباب الاثني، والسلام عليكم. في اول خروج اعلامي تحدث مدرب المنتخب الوطني المغربي السابق بادو زاكي عن الاقصاء المبكر الذي موني به الاسود في كاس امم افريقيا، مؤكدا ان المغرب هو من ضيع نفسه بنفسه امام البنين. وقال الزاكي في حوار أجراه مع صحيفة الوطن المصرية إنه كان يظن أن المنتخب المغربي يمكن أن يعبر أي منافس حتى منتخبات بحجم الجزائر والسنغال ونيجيريا، ولم يتوقع منه أن يقع في المصيدة ويخرج من الدور 16 على يد بنين. وتابع مدرب الدفاع الحسني الجديدي المغرب خرج من الدور 16 بأسلحته، وهو من ضيع نفسه بنفسه وفرط في الصعود بيده بإهدار العديد من الفرص السهلة. المنتخب قدم أداء رائعا ولكن كانت تنقصه اللمسة الأخيرة أمام المرمى. وعن ركلة الجزاء التي أضاعها زياش صرح بادو زاكي بلا يوجد في العالم من ينجح في تسجيل كل ركلات الجزاء التي يتحصل عليها. حكيم زياش لا يتحمل المسؤولية وحده، كل شخص معرض لإهدار ركلة الجزاء. الجميع أهدر من قبل مارادونا وزيكو وبيليه. ورفض حارس المنتخب الوطني السابق التعليق عن إمكانية رحيل هيرفي رونار، مؤكدا أن الاستمرار أو الرحيل هو أمر يخصه ولا بد من وقفة حاسمة لترتيب الأمور. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. إلى اللقاء.